ماكو لستة سعرية محددة نحاسب بها الشخص هذا اللي فاق هذا السعر أو قل. سواء أبو الجملة أو أبو المفرد. جملة أو المفرد. شو وقت حتطرحون الأسماك واللحوم والأجبان؟ خلال الأيام القادمة إن شاء الله تتوفر الظروف، وإحنا ماشيين بهذا الاتجاه. وأنا هنا من خلال لقائي الكريم معكم أطمن المواطن العراقي أنه وزارة التجارة في خلية أزمة مستمرة، نوفر المواد، نحاول نقدم الخدمة بأفضلها للمواطن، ما ندخر أي جهد ولا إمكانية عندنا في سبيل تسخيرها لخدمة المواطن. المواطن لدى وزارة التجارة قيمة عليا، نحاول نوفر له كل البدائل المتاحة واللي نتمكن عليها. واضح. لنأمن إلى استقرار الأمن الغذائي للعائلة العراقية الكريمة.